شفت في أزيد من 40 معتقل الآن هنا في محيط مركب محمد الخامس قاموا بأعمال شغب خطيرة، تكسير ممتلكات عمومية وممتلكات خاصة من السيارات، وكذلك قذف رجال الأمن بالحجارة وتعريضهم للخطر. فهادو تم اعتقالهم اليوم للأسف من بعد واحد أعمال الشغب خطيرة وخطيرة جدا. فتم ارسال الفوج الاول والثاني والثالث، فهذا الفوج الرابع انك نقول ازيد من 40 شخص تم اعتقاله ومازال هروب اشخاص اخرين، ولكن خاصهم يديروا في بالهم بان هناك كاميرات غادي يتم الاعتماد عليها من طرف رجال الامن، هناك كاميرات مثبته في محلات تجري غادي يتم الاعتماد عليها. هذه غير خبر باش تكون عند الناس اللي اقترفوا هذا الشغب بان هناك محلات تجاريه فيهم كاميرات غادي يتم الاعتماد عليهم من طرف رجال الامن والتعرف على الهويه ديالهم. اغلبيتهم قاصرين، اغلبيتهم ما كيتجاوش العمر ديالهم 14 سنه 15 سنه، اغلبيتهم بدون تذكره، ومنهم ناس بعقلهم للاسف ولكن العقل ما كاينش. يعني واصل سن الرجل عنده 23 ولا 25 سنه ولكن العقل ما كاينش للاسف. فانا مقابله ما غتزيدني ما غتعطيني، نمشي نتفرج اخو في المقهى الا ما عنديش امكانيه الماديه انني ناخذ تذكره ما كاينلاش ما كاينلاش. دابا وصلتي راسك المشاكل والمحاسب، انا ناس اخرين تما جايبينهم، وحدين اخرين تم التوقيف ديالهم ما غادي يجيبهم الان. كاين الناس اللي كيسبونا وكيعايرونا الان، علاش؟ لانك انت كتقول غير الحقيقه ما كتجاملش ما كتخبيش كيف كيف. وكنقول انا العمل ديال الشغب، كاين الناس اللي في التعليقات كيقولوا الرجاويين، لا خو ماشي الرجاويين، راه حتى الوداديين، حتى الوداديين، حتى الطنجاويين، حتى التطوانيين، حتى كلشي جماهير ديال الفرق الوطنيه، ما كاينش شي جمهور استثنائي جمهور مثالي من غير جماهير الفتح الرباطي، لان عندهم غير واحد الشويه راه قادين بالغرض، ولكن ما كيقوموا عمل شغب لا والو، ناس مثقفين لان اغلبيتهم كبار في السن، ما عدا الجمهور هاد الجماهير اللي قلت او هاد الجمهور ديال الفتح الرباطي، فكلهم الجيش الملكي كلهم كلشي. ما غاديش نركزوا فقط على الرجل، الرجل اليوم حيت لعب اليوم ضد بركان، الجمهور جا كثير وكثير جدا، الملعب غادي تلقاوه ممتلئ الاخر ديالو دائما في اي مقابله، فغتلقاو في الشغب بالاخص المقابلات ديال فرق الرجل البيضاوي، لان عندها جمهور كثير وكثير وكثير جدا. اكبر جمهور في المغرب راه هو الجمهور ديال فريق الرجاء البيضاوي، بغى اللي بغى واللي بغى يكذب يكذب، اكبر جمهور كاين في المغرب هو ديال فريق الرجاء البيضاوي، ماشي الكلام ديالي ولكن ديال العناصر الامنيه. اما جماهير عاديه جايه التذكره ديالها كيراقبوهم وكيدخلوا عادي بشكل عادي جدا، عندك تذكره غادي تدخل، ما عندكش راه ما غاديش يظلموك، علاش انت كتظلم راسك؟ واحد زيد في 2007 مازال ساعة على المقابلة. وهادشي دائما رجال الأمن كياخذوا بعين الاعتبار بأن هناك مشاغبين غادي يكونوا حاضرين، إذا هما واحدين بعقلهم ولكن للأسف العقل ما كاينش. هما معتقلينهم وغادي يقدموهم وكيبانوا نقايا للأسف. إذا كيف قلت بأن تلا الآخرين اللي ما تمش الاعتقال ديالهم فغادي يتم الاعتماد على الكاميرات المثبتة في المحلات التجارية من أجل التعرف على الهوية ديالهم، لأن قاموا بأعمال خطيرة وخطيرة جداً.